أنا صممت أجي لحضرتك النهاردة عشان أعتذرلك عن موضوع حسين، وفعلا أنا ولا هكلمه تاني ولا هشوفه. يعني أنتي جاية النهاردة يا رانيا عشان تعتذري عن موضوع حسين بس؟ مش عايزة تعتذري عن حاجة تانية؟ قصد حضرتك إيه؟ أنا مش فاهمة. يعني أنتي مش مخبية عني حاجة؟ والله العظيم ما مخبية حاجة على حضرتك، أنا بحكي لحضرتك كل حاجة بتحصل. مش عيب برضو يا رانيا أكون بديك الفلوس دي كلها وتخبي عني إن حازم وسمر كانوا متصاحبين؟ هو حضرتك عرفتي منين؟ لا أنتي مالكيش دعوة أنا عرفت منين، بس أنتي مش مسموح لك أبدا إنك تكوني عارفة موضوع زي ده وتخبيه عليا. يلا احكي لي بالتفصيل كده بقى وقولي لي هي كانت مصاحبة الاتنين في وقت واحد؟ لا لا طبعا ما حصلش. لا 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 ما حصلش. ليه؟ عندها مبدأ قوي؟ لفت على حازم ازاي وامتى؟ اكتر من 3 سنين اول ما جت عندنا الشركة. حازم هو اللي عمل لها الانترفيو وعينها، كان مستر امجد مسافر وقتها، وكل الشركة كانت واخدة بالها ان هي عاجباه وعشان كده عينها. ولما مستر امجد رجع بقت بتحاول تلفت نظره باي طريقة، لكن هو ما كانش مبين اي حاجة خالص قدام الموظفين. ما كانش قصدي، انا بس اللي كنت واخدة بالي لانها حكت لي انهم بداوا يتكلموا. في الوقت ده انا وسمر بدانا نبقى اصحاب. ولاحظت انها بدات تنفض لحازم. وليه اكون مع نمر 2 لما ممكن اكون مع نمر 1؟ جاب لها عربيه زيرو وخلاها تاجر شقه باسمها، وكان بيدفع لها ايجار السنه كامله على بعض. اول مره رحت لها شقتها ما كنتش مصدقه نفسي، ما كنتش عايزه امشي، وبصراحه نفسنت منها، بس طبعا ما بينتش ده. انا كنت فاكره ان هي تبقى طاير من الفرحه ان هي عايشه في مكان زي ده، لكن الغريبه بقى ان هي ما كانتش مبسوطه قوي. يعني ودي تيجي ايه في القصر اللي عايشه فيه مراته؟ لا وايه جايبه كل قرايبها يعيشوا معاها في القصر، اختها تتطلق ترمي بنتها عندها تتربى معاها في العز ببلاش، وانا عايز نفرح بحته الشقه المفروشه دي. وانت كنت فاكره ان هو لما يتجوزك هياخدك تعيشي مع مراته؟ لا طبعا، انا هروح اعيش في القصر وهي بحها هتمشي. لا انت بجد بتحلم. وليه لا، اهلها عندهم بدل الفيلا 2، يعني ممكن تروح تعيش في اي فيلا فيهم، ومصروفها يروح لها كل اول شهر زي اي ست متطلقه. لا هو انت هتخليه يطلقها كمان؟ امال انت فاكره ان انا ممكن اتجوز على ضرك؟